والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو راح يكون days of the week، فحنبدأ بالأحد اللي هو Sunday الأحد، Monday الاثنين، Tuesday الثلاثاء، Wednesday الأربعاء، Thursday الخميس، Friday الجمعة، Saturday السبت. The month of the year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Season of the year: autumn or fall. طبعا البريطانيين والإنجليش يقولوا autumn، والأمريكان يقولوا fall، فهو كلهم نفس المعنى اللي هو الخريف. وينتر اللي هو شتاء، سما اللي هو الصيف، وسبرينج اللي هو موسم الربيع. What is your favorite color؟ طبعا الكالر هو اللون المفضل. My favorite color is white and blue and pink. فخلينا نقول كل الأنواع مع بعض. My favorite color is white, black, أسود, red, أحمر, yellow, أصفر, green, أخضر, brown, بني, gray, رمادي, pink, زهري, orange اللي هو اللون البرتقالي, blue, أزرق، وكل الألوان هذه. وفي ناس كمان يحبوها باللون الدارك اللي هو الغامق، واللايت اللي هو الفاتح. وكذا خلصنا درسنا لليوم. ما تنسوا تحطوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، تشجعونا أكثر ونقدر نسوي فيديوهات أكثر.